بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الدرس التاسع من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم وأقسامه أقسام الإعراب إعراب كقيبه سأربعة أفر وحنكوس وجري كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية أولف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى عشر كي سقالات باب الإعراب عن كسو جري قبل دي سمانتا وأقسامه أقسام الإعراب ونوغا بالعماشة وأقسامه علماء قهر وأنواعه بيكعبرين مارك أنواع الإعراب نوال ليرة أقسام الإعراب نوال ليرة وأقسامه أقسام الإعراب هو ضمير كوحو لابن إعرابك وأقسامه أقسام الإعراب إعرابك قيبه سو أربعة أفروي مبتدئ خبر كيو أقسامه هو حرف عطف أم واو الاستئناف لا وضع وكبرنا أنت أقسام مبتدئ هذا مضاف إليه أربعة وخبر كي رفع وبدل من أربعة بدل بعض من الكل وأقسامه أقسام الإعراب إعراب كقيبه سو أربعة نافروي رفع قد ونصب كردك وخفض هوصلك إيه وجزم هرب وحل إعراب هدارة أفرت أنواع الإعراب وأفرت قد كردك هوصلك إيه هرب أفرت وحكا بحكر مجر وحل إعراب نواء اسمي كان نبات قال إنه حرف شبهه يفعل مضارع وخالي كأكم مرن كفيه لبنه نون توكيد ينون نسو وأقسامه أقسام الإعراب إعراب كقيبه إسو أربعة أفروي ما شاء وأقسامه حاطه كرتا وأنواعه وأنواعه إعراب كالنوعية إس أربعة أفروي أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر والكل في غير والكل غير الأسماء وكل في الأسماء نظم الأجرمي عمردي أقسامه أربعة فلتعتبر رفع ونصب وكذا جزم وجر أقسام تعرابك وأفر فلتعتبر أرنت تحكي اعتباري وكورقب رفع ونصب وكذا جزم وجر واي مركا هذا وحاقيب صنايا اسمادي يا افعاش واقسامه اقسام الاعراب اعراب كقيبه اربعه نافروي رفع قد ونصب كردك وخفض هوسرك خفض تا وحالمد جر مركا وحي دان جر وعباره البسريين بسريين تا ايا جر هوس دي قو يقان عبارة الكوفيين وخفض ولبن مقالو ان نحوذو كهنا قادي مركا لبضو وحيكو يالي جرين عراق كوفاد يضو اسكبا بعض لكن بصرة احتفظت باسمها مقالو ينكو مركا مدجران لبا يوقي بسمان تاريخهان مدو حالة احتفظت باسمها مقعد سيدي ويقو الالس وويها يستاولي من إن ده ثرد وإسكب بعضها أما مرعي وبدل ما مرع كلا الله بحية مرك بصرة أمن كان يد واجرتا احتفظت باسمها أما كوفة ميا ما الخلاف بضن ودي بضن بإسكاه السيئهان مرك يد إن ده ثرد وإسكب بعضها مرك مركي الله كوفيين إيا بسريين والله وضع بوصي نحو ذو كهنا قاد لبدا ما قالوا نحاد بضان كصوبحين وحاجر وحلقوقة تبحوثة للمدارس النحوية دكسية أما إسكوالله أما بوساسك النحوية كهنا قادة كويوي
هو عنصر البصرة والكوفة انت كده وحالو ضري وكلا مصر مصر ابن هشام رقبا بعك الصوبة إيه أندلس وابن مالك هذا وابو خلاصة دي خلاصة دي شيخ خلاصة إسكال أندلسي ويسو ابن مالك مركة مالها صع مركي حجازين إيه اللي ولي هنا وحقة بوساسك عربتا مركي لفيريو حقة فصاحة إيه اللغة يا مرة أرض الحجاز يوحالوك لقي بني التميميين يقواص يظنوا هول كلاوي لكن مدارس النحوية وحاو عنسان بصرية كوف وأقسام وأقسام مركة خفض المال هذا كوارته عبارة الكوفين جر عبارة البصريين لا وضع بخوص لقول وأقسام مركة ابن مالك وحو استعمال يسوي بالجر والتوين والندى وأل بالجر عبارة بصريين تول وأقسام وأقسام الإعراب إعراب كقيبه سو أربعة نفروي رفع قدوي أربعة كبدليسة ونصب يقردك وخفض هوصلك يوجز من خير فللأسماء أسماء ذي وحاوصنا من ذلك كحق اسم مذكورك على صوشي أفرت الرفع قد اسم وقد ما سيدا جاء زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب زيد فاعل جاء مرفوع مرفوع تاسان كرمنا وقذي محو قد موا فاعل زيد فاعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والنصب كردق اسم وكردق ما رأيت زيدا مفعول به قول قرآنك ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا رأيت زيدا رأيت فعل وفاعل زيدا ومحل شاهد كادي أحمد مركز مريس وحضرك وحلو إلى محل شاهد أما بيت القصيد أما محل المراد أما مربض الفرس وأجيد هذا ما شاوي أجيد هذا مركز رأيت زيدا مركز هذا سواقا زيدا تنكرمنا إنك هذا اسمي أكوردغان إنه اسمي كوردغما سوات الله كوردغان هذا رأيت زيدا ومفعول به رأيت فعل وفاعل زيدا مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره إيش في آخره على آخره نوع ذكرته واسكم والخفض هوصلك اسمي وهوصلك ما بل اسمي وباب هوصلك ما بل هوصلك اسمي وباب لكلي فعل ما هوصلك ما هذه فعل هوصلك أنا لا أرك وحجي رنوي وحجي رنوي لكن فعل هوصلك ما قالنك واي حرفنا ما وهوصلك ما هذه الأركا حرف هذه واسكم ابن يسوع ورمله ورملها والخفض هوصلك اسمي يقولي الله نحو مرات بزيد مرات فعل وفاعل بزيد الباء حرف جر زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره ولا جزم هوصلك فيها في الأسماء أسماء دحيل مهن اسمه ولا جزم الرب ولا جزم الرب فيها في الأسماء أسماء لحيد معهن فيها ضمير كأسماء دعين ولا جزم الرب كائن جزمها معهن في الأسماء أسماء لحيد اسم الرب لمهلا قاعد هرت السداو اسم الرب هسوغين هديل أركرة دي الأركا لبا أرنو با الله فيرين كار إنا ماشا إعلال جيرو جيري جيرتو إيينو مبنية وحلقها لوا اسمي معرب ورتين فانتو هذا من وا اسمي ويرهبانت من وا اسمي اسم شرط بهدو تلولي وعنوص وصعب اسم موصول بين نقط الذي وا اسم ويرهبانت هذا وا اسم ويرهبانت كوا مبنيات بأليها لقا ما بحالله وحل ولاه اسم مريم واسم معرب ك اسم معرب او ريبن مجر هدي لا اركانه جرا جرت جاء الفتى سو مريم نه يا جاء القاضي الا جرته مركه لبدا ارن واين اسكا فيرس اسم ريبن مجرو ايا دي هورت يدم كما شكينس
هذه لو قلناها اسم رهبان بان هلاي من أو كلي كوا ومبن بالله من الذي التي كوا ومبن معرب معه وحماش أن لقاه لو اسم معرب باول إعراب جوت هذه لو قلناها كوا معرب ورهبان بان أرن سيد جاء الفتاة جاء القاضي جاء ولا وحلاه كوا سنا وحويها إعلال باجر إعلال وجريه ها وجريه وحلو قدره أو تقدير أنت بيسوق لها ريب دابا وحن ميها وحال لها او تقدير مقرة او اعراب كيبا موقن كري مركة ولا جزم فيها قاعدة ساسة وحينس ولا جزم وح ريب فيها اسماء لحيذ ماها اسم مركة ميقى حركو قاتل صدح قد جاء زيد زيد قائم كردك رأيت زيدا رأيت عليا رأيت محمدا خاصلك أو خاص بوليه خاص أوليه مرت بزيدين مرت بعليين بسم الله الرحمن الرحيم خاصلك أنا خاص بوليه ريبنا اسم مقر اسم ريبنا دارته هو مبني أما إلا جرت لكن سيدة هذا اسم ريب مقر أيالا ولي الأفعال أفعاشي وحاو الصغنى هذي شيخ أهل كان والقب الشيء مركة وحالي أفعال وجمع وجمع تكسير فعل بأفعال وجمع فعل ومفرد هل أفعال وجمع جمعنا النحو هذا وصدح يا كبر صدح يا كبر وحالي ولي الأفعال أفعاشي وحاو الصغنات شيخ محوك وذل إن وحل إعراب وفعل مضارع كريم مكت ماضي ومبني فعل ماضي فعل أمرنا ومبني ما صار هل فعل وفعل مضارع ما شاء الله ما لها إشكال كأنه تلونا من بوش أرمى صو كلا لقوا مركوات كجواب يسا ولي الأفعال محل له جمعي إن فعل كلا إعراب وهل فعل وأنا فعل مضارع أولي من الشروط وتو خالي من النونين لو أنه خالي كان نون التوكيد نون النسب شيخ محو جمعي لا بجواب بلغ به قال وحينا محو جمعي تجوزا واسك بنات يعني من باب التوسع ويرسمي ويرتلاب صدق وما لغير معناها ارين ان سحنين وروح مرمر افكيس اسك قوت الله هل روح كه لا مرمر وحداه وري عددك ابد المحاد سا وسمينيس هل كان من بادول جدار مو هل من بادول جد ها تجوزا بإسكالا وواح إسكالا أرنتا كالي لو جمعي وحالة إروينا وضموقاني ولتعدد أنواعي فعل كمضارع النوعي ذي سبضانت فعل كمضارع سواء أمثلة ذي سماء يقوم يجلس يأكل يشرب يفعل يصلي يصوم يحج أنواع بضان بوليه سواء مثال بضان سواء مربحون نقنايا أنا كم وقت إعراب سيدا يضرب يقوم إن لو قدره ولو قدره ولمن وو إنه كبك يدعو كوان شرمه إن ألف درتي وحلو قدره يخشى إن يقدرتي وحلو قدره يرمي مركوا لتعدد أمثلتي وأنواعه سيدا مثال الذي سوء اسكبته مركا فعل مضارع وهلا مثال الذي صوهوس قلابتي أوبتي أوبتي وليلا فعل ساسلول لكن وإن فأنت واحد ولي الأفعال لله وفعل مضارع كريم أفعال بضانها وملين هل فعل و أفعل مضارع وخالك لبن نون التوكيد نون النسو ولي الأفعال وأفعاش وحاوصنا من باب التجوز بوساء السمية التجوز وأسكبرنا أما لتعدد أنواعه وأمثلة مثال الذي سابضنا وللأفعال أفعاش وحاوصنا ذي فعلك مضارع مبالغ وضع معربك من ذلك مذكورك حق سانواع لإعرابك حق سافرت الرفع قد فعل مضارع وقد ما يقوم زيد يقوم ضارم يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والنصب كردك بأوصنا ذي فعل مضارع نحو لن يقوم زيد قرآنك لن نبرح عليه عاكفين لن يقوم لن حرف النفي والنصب لن حرف النفي والنصب واستقبال يقوم فعل مضارع منصوب باللن
وعلامة النسي فضحة ظاهرة في آخره والجزم الراب وبارنته خاص كليه فعل مضارع راب كلي وخاص لا إن الجزم وإعراب وأحلى إعرابي ولا جزمنا وفعل مضارع كلي وبارنته خاص كليه هيبة أرنته خاص كبلي هيو والجزم راب نحو لم يقم لم يلد ولم يولد ولم يكن لم يفعل لم يضرب لم يقم لم حرف نفي وجزم وقلب واختصاص بالمضارع يقوم فعل مضارع مجزوم باللم وعلامة جزمها السكون ولا خفض هوسلك فيها في الأفعال أفعال نحية ما هان فعل هوسلك مجرو قاعد هرت ساسد قبلس فعل هوسلك مجرو ارتقاعد ساسد قبلس هذه الأركو جرى جرت الله إعلال باجر معتل ولا تمشي في الأرض مرحا قرآن سمع ولا تمشي وفعل مضارع وانهوسني مشى يمشي ويمشي لا ذا النهي مركز سوق شيء هذه بين لدوش ولا تمشي لا تصلي ها كنت كنن بالوي على القبر قبر الدوش في مكان القبر لا تصلي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره مالك هذه الأولى ولا تصلي وأنا فعل مضارع وهوصل أنت صلى يصلي يصلي يأذي لا ذا الناهية يا قيسي ولا تصلي ساسلوي مالك ولا خفض فيها مالك الأولى فعل هوصل أنت مجرى الله هذه الأركان محاجرة اعتلال جر بك وبك وجري هل كان محادك أغات وحالك أنواع الإعراب وأفر وقد ورفع لي وكردك ونصب وهوصلي وخفضاء خفضها مقعلا بعد ولي جرن ولي إيو كأفراد جزم ريب أفرت وحورت الإعراب نوا اسم يفعل مضارع بس اسمي أنا وحال ربا اسمي كنبت قلي السالم من شبه الحرف حرف يرو شبه لما أقوله ومعرب الأسماء ما قد سالم اسم الإعراب وإنه نبت قلي وحو كنبت قلي من شبه الحرف نحرف ودنبا مبني مركز ضمائر توحى مبني الله قد حرف بإميل كشبه حرف بإميل كشبه اسم إشارة واحد مبني لغدي حرف ميل كشبه اسم موصول واحد مبني لغدي حرف ميل كشبه اسم مركب وحال رواديل إعراب ومعرب الأسماء ما قد سلم وين النبات قلو من شبه الحرف كالنبات قلو إيا فعل مضارع وخالي من النورين لبن خالك نون التوكيد نون النسوة وحال إعراب نحو نوع الله بداس وحال إعراب عركته واسمي كالنبات قلي حرف وشبه يا فعل كمضارع خالك الله بنون نون التوكيد يا نون النسو ويا أنواع الإعراب كمركة أفر بنقضي قد كردك خاصلك راب سما قد كلا ربه ورفع إن قد كلا ضب ولا دهاجرة كحول كلا قد كلا ربه ورفع ما قرأت كأصل كاو إن ضمه وحد عليه رفع هذا أصل كذرب كردك الله ربنا النصب فضح وكرديق لكن كرديق الله ربه كوي نصب خسرق الله ربه خفض كسر وخسرق لكن كلا ربه كوي خفض كأصل كأم الباب ثاب كلا ربه وجزم السكون معه ما فهمت كوه كوان ألقاب الإعراب بالله وأصل كيوي كوان هو يوين كيوي أفرتي مركة وحي الإعراب ينواد قرطوه الله اسميه فعل مضارع انواع الاعراب كينا اف جود كورديك هوسليك راب جود كلو يقان رفع كورديك ونصبنا هوسليك وخفضنا راب كو جزم وحي الاعراب اينا والله اسم ايه فعل مضارع فعل مضارع خالي من النون نون التوكيد والنسب افرت الله هو مشترك وحاول اسم ايه فعل كي مضارع وقضي يقردك رفع ونصب ومشترك رفع ونصب
مشترك ويوال لو ذا اسم القدمي جاء زيد فعل مضارع القدمي يقوم يضرب يأكل يجلس يقعد كردك ووذاك اسم كردك مير رأيت زيدا فعل مضارع كردك مير لن يقوم لن نبرح أن تقوم من مقامك لبضى صوهر لما حاول خوصلك خريب لبضى مختص فعل مضارع نوحو خاص هلي جزم اسم نوحو خاص هلي قولي وخفض مقر لبضى المركوة مختص خفض يو قوني كوي هاي او اسكله اسم جزمنا كبا الالي ولا جزم فيها في الاسماء ولي اسم مريم حقال جزمنا يا اسكله خاص وي فعل كه فعل مضارع اسكنا محاد كه الالنا اسا خفض ولا خفض فيها في الافعال سلوك مده مركا اللوذي مشتركة محين نقضين قديو كردك رفع والنصب خفضنا يا خاص ولا قوني ولا أسماء جزمنا يا قوني ولا أفعاش والله قوض لكن فعل مضارع هذا إسلام سؤال بامرك هل كانت إن النحو اللغة لقم هو النحو كجرح ليربوع وكاسوب شيء عثيمين وحوي النحو وقدك دلض وكلوة حيوان بعديها سوير وقذت بدن باجر وإرنا يسموك دلق هل كانوا قالا حقه ويستاغل حقه فك له إذا كنت بضم بأسواق عدت وريا حسنا وذي وحق يستاغ أنا على حق يستاغ فأنا حق يستاغ وقال قلت لنا عاكل فتك له مركة يربوع عليها باب النفاق مركة اللي قاعد النفاق وساسي وقذت بدنيا هنا وماله لغا كان ومن نفاق اليربوع إن جيت بالك يربوع على له قدت كيسا اسكم مركا هل كان علماء غاربة وحيدة سؤال بيكين وحيدة لبا إعراب كي أفر تأها وها رفع ونصب وخفض وجزم قد يكردك يحصلك يهرب لبا ومشترك وقرن فعل مضاري اسمي أوداك وقد يكردك هلنا اسمي خاص له وخفض هلنا فعلك خاص له وجزم سؤال بعد مركه وحالي لماذا أعطي الاسم اسمي محل لوسيي بالخفض خاصلك وأعطي الفعل فعل كان لوسيي للجزم خير محل لوسي تاسع الرابع اللي جاوا مركه نحولي ويكجوا وحده وحيس كان بيروي وحيدها أعطي الاسم هرت وحيدها اسمي وخفيف وخفيف والتبريرية فعل وثقيل وعلوسي فعل وثقيل وعلوسي مركب محانا هنا اسمي خفيف اسمي خفيف فعل ثقيل وعلوسي خفضنا وثقيل خصلق وعلوسي بي مركب كل واقسي با يا فضل يا أبي بي خصلق مركب استعلوس خفض وثقيل واي خيامنا وحيدا وخفيف مركا لوا خفيف لوا علوس ويموكت اسمي محوي هاي خفيف خفضيه سنة ثقيل علوس فعل محوي هاي ثقيل جزمنا محايته الريب كيس خفيف وحيدا اعضي والسي الخفيف كيف وضعه اسمي لثقيل كي عسلا اسمي خفيف كأها وحالسي وحلوس وخفضة ووعدي ثقيل وكي عصلاء وفعلا وحالسي للخفيف كيف وضاء جزم ليتعادل بربر دعني النقضة عدال ليتعادل سؤال كلامك هل كاتم الاسم خفيف وفان والفعل ثقيل وعدي الخفيف خفيف كي وحالسي واسمي لثقيل وحلوس خفض ووعدي ثقيل وفعل كي عصلاء وحالسي للخفيف وحفوظ الجزمة صوابتنا اللي يتعادل هنا إسلس النظاره يعني بربر دعي عدالة الإلالية مركو حالي سؤال كلاه الكنتيمة
خفت الاسم محيته اسم يا محا خفيف كني لماذا جعل الاسم خفيفا اسم يا محا كني خفيف وجعل الفعل فعل كان كني ثقيلا اسم يا خفيف لماذا اسم محيط اسم هو خفيف ووحت ورير بعدها محا خفيف كني فعل محا ثقيل كني لما جواب لك به وحيدها اسم مركان لنا هي وخفيف لو جوابوده ولما وحيد وحانوني اسمي وخفيف وجواب تور اسمي هالحرف على الاركيد وانا اسم حينك كوبيا مكون من حرف هالحرف اوكي وبك اي به بك كاف كا واسمي ما حرف واي كافنا هل حرف كاف صو بهنا هذا واسم يا حرف نواه وهل حرف وها مرك اسمي هل حرف الله يا ويل واعتلال يا وحبك يا وحجرنا ان كجر فعل لكن وحيدا صد حرف كير لما هي هدو هي فعل صحيح اوفيو ثلاثي باوير الضربه وارد فعل كما قال لك الله الثلاثي بالله قبل قتل يا جلس يا اكل يا شرب او حالين فعل كان ليراق الى لي يا اي ولا او كواس وحم تلا ولا سو غوغيو ق الى لي واجر فعل وقاف كليه وقع يقي لكن فعلك انت ما هين علال با كو دعي جرا كو دعي ولا سو غوغي ما فات اي الى لي وعي ودي جري وعي كما وعيت وعي الى إذا مركا هلك حرف فعلك وحجر لكن ضمائرت يد جرن جرين هل حرفنا أي اسم مركا جوابته ورا وحال لي اسمي هل حرف على أركي وحجر جرين سيدا بك يبه فعل صد حرف كير صحيح لما هي فعل فيو وصد حرف كيرنا لما هايو حقنا علم تاسي وجوه حدا خفيف نمض وهالكاس قارك الوحيد أن سدى مع اسمي وخفيف وصح فعل كنا وثقيل وصح لكن أرنتوا حقا مع اسمي خفيف نمضي سوحا ويده يدل على شيء واحد هالشيء ونطسع فعل كنا ونطسع على شيء أين لا شيء يا بطل مرك اسمي ونطسع على شيء واحد هالشيء فعل لو حنا تسع على شيئين لو شيء فعلك هلك شيء وان تسمحويه والذات زيد مركي لدى زاد اياد يدالك محين تسيسا ذات ذن زيد صمة اسم وحنا تسع ذات مركا ده معهد ميم يا عين يا هاء يا دال اسمها ذات ذن بونا تسع وحلو برت وحاتي علي عين كاي لام كاي ذا وحنا تصايا ذات ذا كتاب كاف كاي تا ذا يا الف كاي با كتاب كنا تصا اسمي وذات تصا فعل محو تصا لو شيء الذات والحدث ذاتنا وكتصايا بعضنا وكتصا ضرب ما يقحرف بعض يرأي با سوما لو شيء ضرب قرع قراع مسكين مثل روح السمي روح السمي سوما وقراعي وحدث يروحي قراع السمي قام وو استاغا تري زيد قام ما هيك كوبنان ايسا لبا شيء بعضي او استاغا يروحي استاغا سوما اكل وو عنات ما هيك كوبنان ايسا لبا شيء عندي وحدث ايوه روحي عني مركا فعل كل بضع سوكا كوبين الذات والحدث الذات والحدث اسمنا ذات كلي ساسا خفيف من يوضع وكانتين فللأسماء أسماء ذي وحاوسونا ذي وأسماء ذي كنبت قشيها دوغو إني شبه ذا حرف من ذلك مذكور كحقي سأرفع قد والنصب قردك والخفض وصلك ولا جزم الرهب فيها أسماء ذا دحي ذا
وللأفعال أفعاش وحوصون أفعاش دواو لسك جمعية فعل مضارع بس هلق وضع وخالي من النونين نون التوكيد نون النسوة خالك وللأفعال أفعاش وحوصون وفعل مضارع بين رمنا من ذلك مذكور كحقيسة جواب صدحان والغدر الكرابي وجمع المصنف خالد الأزاري وانت ناس فيره نماشي لوقا بصدوك جوابها وجمع المصنف مصنف كوحو جمعي الأفعال مع يدو يجرت أن الذي مذك يعرب منها لا إعراب أفعاش حق هذا إنما هو النوع واحد وهلنا وهو الفعل المضارع محو الجمعي باعتبار أفراده أفراد سالترنا أفراد فعل كمضارع سو مثال بلا عن ملا أفراد داس الاعتباري لتعقل مذواتاس وهيك لو بلاغة نحن أرى بلاغة كصاب سنبو كان الجواب تلا أو مشاكلة للأسماء من باب المشاكلة وحلا نهاج مشاكلة وحاوي وحي يكو يقان وح أرى أهان حاجة أرى سكو سيئة موذيسو حاجة معناها إنسلاحين حاجة معناها نها إنسلاحين باب المشاكلة باب المشاكلة وحاجة أريجة وحاضوا هاي ستاين يهين إنك صومالي وحاوير لوبد مودة سكبراجين مركا فليل أسماء ما دام أريجو ساكويم أري أقل مكان وللأفعال ساسويهم كما هبوانا إذا فليل أسماء سوي إنو ده وللفعل المضارع مركا من باب المشاكلة وحين لا يرسم على ربا أريدي ما قرأت من باب المشاكلة وحب الأغاق كسابس أو مشاكلة للأسماء أسماء ذو كلام مدقة فللأسماء ما دام وسويت وللأفعال أفعاش وحاوسنا فعل كمضارع معرب كمبالغ وضع من ذلك كحق سار رفع قد فعل مضارع وقد ما نحو يقوم والنصب كردق نحو لن يقوم والجزم رهيب وخاص بأولي نحو لم يقوم ولا خفض حصرك فيها أفعال إحرض ما هاني باب معرفة علامات الإعراب والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.